بحيويته المعتادة وابتسامته اللامتناهية، استقبلنا الدكتور مراد ميلود في منزله العائلي لنقاسمه يوما من يوميته الرمضانية. فالحجر الصحي لم يمنحه من مزاولة عمله النبيل وتقديم الدروس لطلبته عبر منصات التواصل الاجتماعي. نحن مدائبين على العمل بعد الوزارة الوصية، بعد ما ألحت أنه استمرار التعليم العالي عن طريق التعليم عن بعد. نحن نتواصل مع الطلبة طريقة عادية، التواصل مع الطلبة، التفاعل معهم، طلبة الإشراف، طلبة التدريس، الاستماع إلى انشغالاتهم إلى غير ذلك. مراد ميلود أستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، لم يضيع فرصة التواصل مع طلبته عبر منصات إلكترونية تمكنه من إلقاء الدروس وتلقي البحوث والتواصل المباشر مع الإدارة بالصوت والصورة لاستكمال ما تبقى من الموسم الجامعي. خصصت إدارة الجامعة موقع خاص للتعليم هو كلاس روم، من خلاله نقدم للطلبة البحوث والمحاضرات ونستمع إلى انشغالاتهم ونتفاعل معها ونجيب عنها. أيضا في منصة كلاس روم هناك من فعاليات داخلية قد تكون مباشرة عن طريق البث المباشر، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريق الهاتف، عن طريق الإيميل الشخصي والغير الشخصي. كل وسائل الاتصال متاحة للتواصل مع الطلبة من أجل الذهاب إلى بر الأمان في هذه السنة الجامعية. جزء آخر من وقته يخصصه الدكتور مراد في مؤانسة عائلته دون إهماله لواجباته الدينية، ليعكس بذلك الصورة الحقيقية للأستاذ الجامعي النموذج.